مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض الفلافل او الطعمية على حسب ما تسموها. هنعمل كمية كبيرة، هتطلع معاكي زي الجاهزة واحلى كمان. تكات بسيطة، خطوات بسيطة، مش هتفرول منك، مش هتفك، مش هيطلع لونها غامق ومش مرغوب فيه، هتطلع زي الجاهزة واحلى كمان. تابع الخطوات هتعجبك بجد، ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم. واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. زي ما انت شايفة دي المقادير بتاعتنا. احنا من اول حاجة هننقع الحمص وهننقع الفول. الكمية بتاعتي هنا معانا كيلو فول ونص كيلو حمص. طبعا الفول ده فول متشوش، وانتي لو مش بتحبي تحطي فيها حمص ممكن الحمص تستغني عنه. الحمص ده اختياري، انا بحب احط حمص مع الفول. فانتي لو مش حابة تحطي حمص مع الفول ممكن تشيليه عادي، يعني ما فيش اي مشاكل، وتكملي الخطوات على طول براحتك، يعني تكملي باقي الخطوات. زي ما انت شايفة كده معانا، زي ما قلنا نص كيلو حمص وكيلو فول. هنبتدي ننزل عليهم كده بمية سخنة. هنا بعد ما ضفنا المية السخنة على الحمص وعلى الفول وهنسيبهم يتنقعوا 3 ساعات. ما تكتريش النقع عن 3 ساعات، وتبتدي تشتغلي فيهم علشان فترة النقع مهمة جدا جدا. طبعا انت لو نقعتي الفول بتاعك فترات طويلة بيشرب مية كتيرة، والطعمية بتفرول معاك، مش بتبقى معاكي حلوة، بترميها. اول ما تيجي تقليها في الزيت بتفرول في الزيت وبتشرب زيت كتير ومش بتبقى طعمها حلو. كل ما تقللي في عدد الساعات في نقع الفول او الحمص هتحصلي على نتيجة افضل بكتير. زي ما انت شايفة انا هسيب الفول بتاعي يتنقع 3 ساعات وهنرجع نشوف باقي الخطوات بتاعتنا مع بعض. وبعد مرور 3 ساعات على نقع الفول بتاعنا والحمص، زي ما انت شايفة كده هتعرفي منين ان هو كده كويس. مجرد ما تكسريها كده تتكسر معاك اهي، يدوب بتضغطي عليها ضغطة كده تلاقيها اتكسرت معاك كده، هتبقى هي تمام كويسة خالص معاكي. هي كده شربت المية اللي كفتها واتنقعت معانا حال زي ما انت شايفة كده. ما وياريت تختاري الفولة الصغيرة اللي زي كده، ما تختاريش الفولة الكبيرة المستوردة، اختاري الفولة الصغيرة البلدي اللي بالشكل ده، هتبقى معاك الطعمية احلى واجمل بكتير. ومعانا كمان الحمص بتاعنا اهو، بصي تفصص من بعض كده، تبقى منقوع الحمص بتاعنا والفول كويس خالص. هنبتدي نصفيهم ونشطفهم وهنشتغل فيهم، نبتدي نفرمهم مع بعض. طبعا هنحتاج خضرة للطعمية بتاعتنا. الخضرة اللي هنحتاجها حزمتين كزبرة خضرة، وحزمتين بقدونس، وحزمتين شبت، وحزمتين كرات. ياريت تجيب الكرات، جميل جدا جدا في الطعمية لا غنى عنه. وكمان معانا 4 حبات بصل اخضر زي ما انت شايفة كده. انا مش هاخد الورق، انا هاخد غاية هنا بس البصل الاخضر، هقص لغاية هنا، وممكن اخد واحدة بس بورق. وكمان معانا فص ثوم. دي الحاجات اللي هنفرمها مع الطعمية بتاعتنا، مش اكتر من كده. والتوابل دي هنشوفها في الاخر على حسب الرغبة. هنا معانا الفول، انا هنزل عليه بالحمص وهنقلبهم كده كويس في بعض. هنبتدي نفرمهم. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنبتدي ناخد من الفول كده شوية شوية ونفرمهم.
زي ما انت شايفة كده العجينة بتاعتنا ما نعمتش خالص، احنا هنفرمها اول مرة بالشكل ده، وبعد كده لما نيجي نحط لها الخضرة ونفرمها تاني هتتفرم معانا حلو. المية اللي جوه الخضرة هتخلي الكبة تفرم معانا الفول ده كويس. لو معاكي مفرمة لحمة طبعا حلوة خالص لفرم الطعمية. طبعا انا هفرم جميع الكمية بتاعتي بنفس الطريقة خطوة بخطوة، هنعمل احلى طعمية مع بعض. انا هخلص جميع الكمية بتاعتي فرم وهنشوف مع بعض باقي الخطوات. هنا انا قطعت البصل والخضرة بتاعتنا اهي، زي ما انت شايفة كده قطعنا الخضرة بتاعتنا والبصل والثوم، كل حاجة حطيناها على بعضها بالشكل ده. هنبتدي ناخد ونفرم، ودي كمية الفول والحمص اللي احنا فرمناها مع بعض بالشكل ده. هنبتدي ناخد شوية من هنا وشوية من هنا في الكبة بتاعتنا، ونبتدي نفرم الخليط في بعضه. زي ما انت شايفة ناعم معانا شوية اهو، والخضرة بتاعتنا اتفرمت. طبعا احنا هنفرمهم مرة تانية علشان احنا عاوزين العجينة بتاعتنا انعم من كده. انا هخلص جميع الكمية فرم وهنشوف باقي الخطوات بتاعتنا مع بعض. هنا بعد ما فرمنا الكمية بتاعتنا بالخضرة زي ما انت شايفة كده، برضو هي لسه خشنة مش ناعمة، ما نعمتش معانا قوي، الكبة مش قادرة تفرم الفول بتاعنا وتنعمه، عاوزة مية وانا ما ضفتش اي مية ليه. وهنفرم الخليط ده كويس. زي ما انت شايفة كده نعمت معانا اهي، معانا وبقيت معانا جميلة جدا. انا هكمل الكمية بتاعتي فرم بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، هفرمهم مرة تانية لحد ما تنعم معانا كويس بالشكل ده. هنشوف باقي الخطوات بتاعتنا مع بعض. زي ما انت شايفة كده الطعمية بعد ما خلصناها فرم زي ما انت شايفة كده ناعمة جدا جدا وجميلة، لونها حلو خالص، طعمها لذيذ. طبعا التوابل اللي تحبيها وترغبيها هتضيفيها. هنزل هنا بمعلقة ملح، ظبطي الملح بتاعك. انا مش هضيف على الطعمية بتاعتنا غير الملح بس فقط لا غير، اني انا هحتفظ بيها في الفريزر. الكمية دي كبيرة هتكفينا فترة طويلة. طبعا انا كل ما اطلع من الفريزر كمية اقليها ابتدي احط لها التوابل اللي انا بحبها. هنقلي مع بعض وهنشوف الطعمية بتاعتنا قد ايه هي حلوة وجميلة جدا وتستحق التجربة بجد. كده اتظبطت معانا، الملح بتاعها حلو خالص تمام كده. هنبتدي ناخد شوية في طبق ونقلي ونشوف قد ايه هي هتطلع جميلة وحلوة. وزي ما انت شايفة كده احنا خدنا شوية كده في طبق، هنبتدي ننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا. طبعا انا مش هنزل بالتوابل في الكمية بتاعتي كلها، هنزل بالتوابل على الكمية اللي هنقليها بس فقط لا غير، علشان تحتفظ الطعمية بتاعتك بطعمها. هنزل كده بمعلقة كزبرة صغيرة، كزبرة حلوة خالص، معروفة الكزبرة في الطعمية او الفلافل حلوة خالص تديها طعم جميل، وربع معلقة كمون كده. وهنزل كمان نص معلقة بيكنج باودر وتلات معالق صغيرين من النشا، حوالي معلقة كبيرة، ومعلقة دقيق. دي المكونات بتاعتنا اللي احنا هنقلبها في الطعمية بتاعتنا. هنقلبهم كويس، نحاول ندخل هوا جواهم كده زي ما انت شايفة كده بعد ما قلبناها كويس. طبعا كل واحدة تحط التوابل اللي تحبها، بس التوابل ومكونات اللي انا ضفتهم للطعمية بتاعتي بصراحة بيخلوها لونها اصفر، بيخلوها ما تشربش زيت، وبتبقى معانا طعمها جميل جدا جدا ويستحق التجربة. هنبتدي نقلي الكمية دي مع بعض وهنشوف قد ايه هتستحق التجربة ولا لا. في طاسة على النار هنزل بكمية حلوة كده من الزيت، هنقلي فيها الطعمية بتاعتنا. هنسيب الزيت بتاعنا يسخن كويس
هنا بعد ما نسخن الزيت بتاعنا كويس هنبتدي نقطع الطعميه بتاعتنا، طبعا التقطيع ده على حسب رغبتك. وزي ما انت شايفه الطعميه او الفلافل بتاعتنا خفيفه جدا جدا ومش شاربه زيت ولا اي حاجه، حلوه خالص ومستويه حلوه معانا من جوه ولونها جميل، حاجه كده جميله وتستحق التجربه بجد. طعمها زي الجاهزه واحلى كمان بكتير، نفس الطعم واجمل. ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبك الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.